السلام عليكم، مع حضراتكم مهندس سيد عامر، مهندس بترول بشركة سويس للزيت. إن شاء الله هنكمل مع بعض البارت 2 في البراكتيكال ويل دريلينج أو سيكونس أوف دريلينج أوبريشن. وصلنا المرة اللي فاتت إن أنا نزلت كيسنج، بعد ما نزلت الكيسنج عملت سيمنت، بعد ما عملت السيمنت ويت أون سيمنت لحد ما الأسمنت ده حصل له سيكنج وخلص. الكلام ده بيقعد حوالي مثلا من 7 ل 8 ساعات. خلاص اتاكدت ان الاسمنت حصل له سوليديفيكيشن، هبدا ان انا انزل اعمل واير لاين او اي لاين لوج. الاي لاين لوج ده كل الهدف منه ان انا اختبر الكواليتي بتاعه السيمنت، هل السيمنت بقى فعلا حصل له سوليديفيكيشن وملى الفويد سبيس او الانيولس اللي ما بين الفورميشن وما بين الكيسنج ولا لا، والدينستي بتاعه الكيسنج دي عامله ازاي. فبنزل اعمل جوب اسمه سي بي ال وفي دي ال. السي بي ال في دي ال ده كل الفكره فيه ان هو هيقيس الكواليتي بتاعه السيمنت، سيمنت بوند لوج وفاريبل دينستي لوج. تمام، هنتكلم برضه ان شاء الله في تفصيل. الفكره كلها ان انا بنزل بسوند، السوند ده بيخرج منه الكتروماجنتيك ويفز، تبدا انها تتحرك من السوند السورس ده تروح للسيمنت وترجع تاني للريسيفر، وابدا من خلالها ارسم شكل للترانزيت تايم بتاع السي بي ال ده. طيب، ومنها برسم طبعا شكل بيقول لي شكل الكواليتي بتاعت السيمنت ده عامله ازاي. طيب، بعد ما خلصت الكيسنج والسيمنت هبدا ان انا اركب الويل هيد. الويل هيد دي عباره عن مجموعه من الفالفات، من ناحيه هتكون بتحكم الانيولس الموجود ما بين الكيسنج وبعضه، والناحيه الثانيه ان انا هركب عليها الدي او بي والسيرفيس اكويبمنت كلها. زي ما انا شايف اهو، ده الكيسنج سبول بركبها في التيوبنج هيد. طيب خلاص بقى عندي كيسنج، عندي حوالين الكيسنج كيسنج هيد. الكيسنج هيد هبدا ان انا اركب عليها الرام بي او بي، اعمل نب الاب، بنسمي الجوبايه دي اسمها نب الاب بي او بي. البي او بي دايما بيركب على الكيسنج ال 13 و3 اكمان او بنسميه السيرفيس كيسنج. بيتكون طبعا بيكون موجود فوق التيوبنج هيد او الكيسنج هيد سوري، بيبقى فيه البايب رام، بيبقى فيه سبول، بيبقى فيه بايب رام كمان او بلايند رام، وبيكون فيه سليب او بايب رام تاني وانيولار بي او بي. وطبعا الطفله لما تخرج من كل الكلام ده هتروح على المادر تيرنت لاين، وانا بكون شغال جواه ديبلوينج للمواسير الحفر. طيب الكيسنج لما بينزل في البير، لاما ان هو بيكون لونج سترينج، وده بيكون من السيرفيس لحد البوتوم لحد الدبس بتاعي، ممكن ان هو يكون في شكل لاينر. لاينر ده معناه ان الكيسنج مش مكمل لحد السيرفيس فوق، لا هو انا عندي فيه كيسنج موجود قديم هنا اللي انا كنت بحفر بيه فيه، ودي كانت منطقه الاوبن هول. انا بنزل كيسنج يغلف بس الاوبن هول كحاجه من الكوست اوبتمايزيشن، وبعلقه هنا تحت، بيكون متعلق تحت عن طريق لاينر هانجر، وده ليه سيكونس برضه في الاوبريشن بتاعته ان شاء الله نشوفها قريب. ممكن ان هو يكون تاي باك سترينج او تاي باك كيسنج، ان هو كيسنج لحد برضه هنا كلاينر، وانا اعمل له اكستنشن بي كيسنج تاني. طيب هستمر في عمليه الحفر لحد ما هوصل للمكان اللي هيكون فيه التارجت بتاعي او الفورميشن اللي هتكون بي زون عندي. فببدا ان انا استخدم حاجه اسمها الاوبن هول لوج، انزل بي الكتريكال لوج على صند، انزل فيها مجموعه من اللوجنج تولز برضو ممكن نبقى نتكلم فيها ان شاء الله، وابدا من خلال اللوجنج تولز دي. مش هتبقى الهدف منها هنا سيمنت لان انا في اوبن هول مفيش كيسنج اصلا، لكن هيكون الهدف بتاعي ان انا اعمل ليثولوجي ايدنتيفيكيشن او معرفه للصخور الموجوده عندي دي طبيعتها ايه، وهل هي شيل هل هي ساند. هقدر كمان ان انا اشوف الفلويدز الموجوده جوه الفويد دي، هقدر احسب برمابيليتي وبروزيتي وبعض الفيزيكال بروبرتيز الخاصه بالفورميشن. هبدا ان انا اعرف الووتر اويل كونتاكت، الجاز اويل كونتاكت، الجاز ووتر كونتاكت. هبدا ان انا كمان اعرف السيكنس بتاع الريزرفوار، كل ده هيكون عن طريق التولز اللي انا هستخدمها في اللوجنج. اللوجنج بتكون تراكه زي دي عليها درام فيها الكتريكال كيبل، بيتعلق فيه في الاخر الصند. الصند ده هو اللي هيكون فيه الراديو اكتيف لوج. بيبقى عندي لوجات زي الجاما داي زي البلك، طبعا عن طريق الماجنتيود بتاعه التولز دي بتاع السنسورز، الماجنتيود بتاع الويفز دي، هقدر ان انا اقول والله الفورميشن دي هالايت دولومايت ساند ستون لاين ستون شيل وات ايفر
بيزد على دراسة الشكل ده، ده الصند اللي انا بتكلم عليه. الصند ده بيكون متعلق في اي لاين، الاي لاين ده واصل على بروسيسنج كمبيوتر فوق على السيرفيس، وهنا في التولز اللي هي بتعمل بتطلع الراديو اكتيف ويفز تدخل الفورميشن وترجع تاني للريسيفر اللي بيحلل الداتا دي شكلها ايه. كل مكان فيه بيكون فيه نوع معين من اللوج، نيترون لوج، جاما راي، ريزيستيفيتي، وات ايفر، بيطلع منه الويف تدخل الفورميشن وترجع تاني على الريسيفر. ابدا ان انا اعرف شكل الفورميشن، في طبعا اشكال مختلفه تماما للوجينج تولز، في عندي انواع كتيره جدا للوجات زي السونيك والدينستي والكاليبر والاكواستيك والجاما والريزيستيفيتي والنيوترون، كل واحد منهم ليه خصائص معينه، واحد بيحسب بروزتي، واحد بيحسب برمابيليتي، واحد بيحسب ريزرفوار فورميشن تايب، كل واحد منهم ليه هدف معين. طيب غير الواير لاين لوجينج ده، انا كنت اصلا في نوع تاني من اللوجينج وايلد دريلينج او ال دبليو دي، ده تكنولوجيا متقدمه جدا بستخدمها غالبا دلوقتي في كل الابار اللي انا بحفرها، ان انا بعتمد على ان مش هنزل الفورميشن بتول، لكن انا هيكون عندي بكيبل، انا عندي فيه طفله، الطفله دي ولما بضخها بيرجع فيها الويفز دي هترجع لي، يعني انا ضخيت الطفله في الدريل سترينج طلعت من هنا عدت على التول اللي هي التول اللي بتعمل لوجينج وايلد دريلينج ورجعت لي في الطفله عن طريق ريسيفر فوق، اقدر ان انا اعمل تحليل للداتا دي. وبتكون التول زي ما احنا شايفين كده، فيها الاستابلايزر، فيها البنت سب، فيها الميجرنج تول، وفيها التول اللي هي هتحسب لي، هي دي التول اللي هيكون فيها الجاما ري ال دبليو دي، ال دبليو دي تول بيكون فيها جاما ويكون فيها كذا حاجه. طيب خلاص انا كده دلوقتي وصلت ان انا هنزل اللاينر 7 بوصه او الخمسة بوصة، لاينر ده بعلقه في اخر كيسنج كان موجود عن طريق هانجر، لاينر هانجر، وبيتعلق في الكيسنج وبسمي الحتة دي هي التوب اوف لاينر. تمام ده شكل الهانجر اللي انا بستخدمه، مجرد ان هو سليبس شبه البكر، سليبس بيعلق الهانجر. طيب بيوصل عندي ان شكل تتابع الكيسنج بروجرام الموجود عندي كيسنج 36 بحفر وبنزل فيه بايب 30، كيسنج 26 او هول 26 بنزل فيها 20، هول 17.5. على فكره دي ممكن ان احنا نقول عليها مقاس الدقاق، يعني انا بحفر بدقاق 36 انزل فيه ماسوره 30، 26 انزل فيه 20، بحفر بدقاق 17.5 عشان نحط فيها ماسوره، ماسوره كيسنج 13.8، وهكذا لحد ما بوصل للاينر السما. طيب وصلت ان انا خلاص البير دلوقتي بقى كله كيس دهول، هعمل ويلبور كلين اوت، هسركل طفله لها فيسكوستي وجيل سترينس عالي تبدا انها تعمل كليننج لكل البير، هبدا ان انا ارفع اي كاتنج موجود في الفورميشن واتاكد ان الشيل شيكر بقت نظيفه، هبدا في سيكونس ان انا اعمل الويل هيد. انا عندي كان الكونتاكتور 30 بوصه حفرت جواه ال 20 بوصه، نزلت الكيسنج ال 20 وعلقته بهانجر في الويل هيد، بعد كده عملت الاسمنت والووش اوت رايزر، بعد كده قطعت الكوندكتور ال 30 القديم اللي كان عندي، وكده بقيت شغال عن طريق الكوندكتور الكوندكتور الماسوره الكوندكتور ال 20 بوصه، عملت ديسكونكت للكيسنج، شلنا الكوندكتور ال 30 بوصه خالص، اتبقى عندي الويل هيد هتركب على الزبوله دي. بدات اركب اول ويل هيد اللي هيركب عليها البي او بي دي اللي هي بتكون 13.38، نزلت بي بلج، عملت تيست للبي او بي، البي او بي بيكون فوق طبعا، عملت لها ريتريفنج تاني، نزلت بي البول بروتكتور او بنسميها بنسمي البروتكتور او الويل بوشنج، الويل بوشنج مجرد انها تحمي لي المنطقه دي من الطفله ومن الروتيشن بتاعه الدريل بايب والمواسير اللي هتنزل انها ما تخبطش في اي سريد في المنطقه دي. بعد كده هحفر ال 13 و3 تمان وبعدين انزل بلجه تاني اطلع بالبروتكتور او الويل بوشنج، انزل جواه ب كيسنج ال 13 و3 تمان، ال 13 هعلقه بهانجر في الكيسنج هيد الموجوده، هعمل تنشن للكيسنج ال 13، هعمل انثريد، هعمل ابلاي للبريشر على الرايزر،
حطيت هانجر، هحط ال 13 و 3 اتمان كيسنج هيد تاني، واربط المسامير بتاعتها او التاي داون سكرو. هعمل تيست جديد للبي او بي على الفلانشه 9 5 اتمان، ريتريف ليها، هنزل بالكيسنج الجديد، هعلق الكيسنج 9 5 اتمان، بعد كده هنزل بي الكيسنج 7 بوصه او اللاينر 7 بوصه، وكده خلاص الويل هيد بقت جاهزه ان انا اركب عليها ال كريسماس تري. تمام، في الحاله دي قبل ما اركب كريسماس تري انا لسه عندي كومبليشن. كومبليشن ان شاء الله المفروض ان هو هيكون جايز قريبا باذن الله في محاضره لوحده. كده نهايه الجزء الخاص بالبريبريشن. Thanks.